نيجي بقى، اصل اليوم حلو النهارده، فاليوم حلو في كل حاجه. يعني نبدا بالليفر والسيتي، ايه رايكم؟ ولا عايزين اللي انت عاوزه؟ ليفر والسيتي اكراما اكراما للعزيز محمد صلاح، للرائع محمد صلاح. ايه رايك في الماتش النهارده؟ لا انا مبسوط جدا، وبعدين انا كنت محظوظ ان انا معاك الاسبوع اللي فات انا وفاروق، واتكلمنا على شخصيه محمد صلاح، واتكلمنا على رينجرز، واتكلمنا انه بص في تعريف يعني عايزين نقوله، مش عشان انحيازنا طبيعه الحال نجمنا المصري يعني، انحياز بس يعني بنتكلم على تعريف والله العظيم يا كريم، لعيب الورد كلاس اللي دايما عنده رد فعل في التوقيت الصح واللي حاضر في المباريات الكبيره. ده محمد صلاح. لما حصل في بيسموها يعني دراي سبيل، او ما فيش فتره عقم تهديفي او كده، وبدات الكلام تكبر في انجلترا، كل الناس بما فيهم الصحافه الانجليزيه عايزه محمد صلاح يسجل. رد على كله كان رد فعله انا اقعد 60 دقيقه في ابروكس في جلاسكو في ماتش رينجرز، هنزل اسجل اسرع هاتريك بست دقائق و12 ثانيه، هتقعدني هنزل برضو لو خدت 6 دقائق هكسر فيهم الدنيا. بالظبط كده. نفس الكلام النهارده، محمد صلاح سجل الهدف الاهم والاغلى ان لم يكن الاغلى لحد ما الموسم يخلص في الموسم ده ليفربول، من فريق قلنا أسوأ بدايات من اول ثالث اول ثاني السنين اللي فاتت. النهارده كان قبل المباراه داخل في مركز ال11، فوز مهم جدا على السيتي اللي متصدر مجموعته في دوري الابطال، واللي كان فارق بسيط مع ارسنال اللي هو كوره يعني افضل فريق في العالم كوره. يعني انت ممكن تحب الريال، بتحب مش عارف برشلونه، بس ككوره وسكواد واهداف وتسجيل فهو افضل فريق، وبيمتلك بيمتلك افضل مهاجم في العالم اللي مسجل 15 هدف، مع كل احترام ليه يعني. النهارده طبعا ما جاش صلاح اللي خد اللي كان على الستيج يعني والمسرح، وكمان يمتلك اهم صانع العاب في واكتر حد عامل اسيستات في الخمس الدوريات الكبرى اللي هو دي بروينه. طيب النهارده يورجن كلوب عمل واحده من اقوى مبارياته، وكالعاده عجز جوارديولا امام فريق بيلعب كاونتر اتاك. ما عندوش صحيح ليفربول دي بروينه، ما عندوش حد عنده بيعمل 11 اسيست لحد دلوقتي بس خلال 9 جولات، لكن عنده منظومه وعنده لعبه كربونه اتكررت 3 مرات. ممكن نعرضها بسرعه؟ يلا بينا. يلا هنعرضها يا جماعه دلوقتي جاهزه معانا. يلا بينا. اتمنى كنت في الحالات اشوف الفينش بتاعهم، فينش يعني بصراحه، فينش في الجول. بس خد بالك هو برضه ازاي تحط الكوره بعيد عن الحارس، هو خد بالك هو ضيع. طيب بس هقول لك حاجه في موضوع دي لقطه ده. ابريل 2020 فكر الناس لا مؤاخذه يا حوده ده ماتش يونايتد، ما تزعلش مني انت اخويا وحبيبي، خدوا 6 ده ماتش يونايتد. اعلى حاجه من كتر حبي لمحمد صلاح وبيتحب ليفربول جدا، فالناس بتنسى ان انا بشجع يونايتد، فهي جت في وشك انت ما جتش في وشك ولا في ساعه الماتش ولا في حد. لا مؤاخذه شاكر، لا مؤاخذه كريم، لا مؤاخذه فاروق، انت جاي تضايقنا. لا اقدرش، ده صلاح. أليسون بيكر كرة انتهت بتاعت يونايتد عند ايد الجون، بيلعب طبعا ضربة المرمى السريعة. اللقطة اللي بعدها ده الجون المشهور، محمد صلاح دايما في ظهر المدافعين فارق عن اي حد. اللقطة اللي بعدها طبعا عجز من المدافع، اخر مدافع انه حط صلاح حط في ظهره خلاص القصة انتهت، ليك الافضلية. واحد من جيمس ده لعيب سريع جدا، اللعيبة اللي في الدوري الانجليزي جيمس، طالما انت مع محمد صلاح واحد على واحد دايما هياخدك، دايما هياخدك في ظهره. بعد كده الفينش طبعا الهدف العظيم، أليسون جري من اخر الملعب لو نفتكر، راح عشان يحتفل مع زميله، مش عارف اللقطه دي معانا ولا لا، بس يعني ممكن نجيبها. خلاص الكلام ده حصل اهو، جري من اخر الملعب، جري عشان يحتفل بيه. اللقطه دي في ابريل 2020. طيب أليسون بيكر في تاريخه كحارس مرمى مطالب انه يعمل اسيستات؟ لا مش مطالب، بس عمل كده. طب نرجع بقى لتاريخ، هقول لك بالظبط لفبراير 22 ماتش نورويتش. الماتش 1-1، ماني سجل التعادل، الماتش مقفل، الكوره بترجع عند أليسون بيكر بيلعب ضربه المرمى. اللقطه اللي بعدها يا شباب، محمد صلاح لقى المساحه، ثلاثي الدفاع في ظهره طبعا قطعا يعني، انا صعبانين عليا. اللقطه اللي بعدها وقف صلاح طبعا، هنا عمل طبعا يعني عليهم فيديو كليب، يعني وقف عمل المدافعين ولم المدافع، وعمل يعني هدف ايه حلو، عمل كرنفالي كده وسجل الهدف. صحيح. اللقطه اللي بعدها التسجيل الفينش طبعا في المرمى الخالي، بيحاولوا طبعا خمس مدافعين يمنعوا، اربع مدافعين يمنعوا الجون. النهارده الاسيست الثالث لأليسون بيكر حارس المرمى لمحمد صلاح، وجاب جون قبل كده امام، وجاب جون. انا هتكلم على الجون، محمود برافو ليك، هتكلم على الجون عشان ادي أليسون بيكر حقه، بس ايه بس هو خلينا هندي لأليسون بيكر حقه، بس ده التاريخ. هو الاسيست ده اسيست عشان صلاح سجله. ما هو انت بتلعب الكره الطويله، انا عليا ان انا اسبق لك كل خط الظهر في اي فريق واسجل. النهارده كمان على الستيج زي ما بنقول، هات اللي بعدها، ماتشين منهم قدام يونايتد وسيتي، ان انا اسجل هدف زي ده. النهارده برضو راحت لأليسون بعد طبعا مداولات من استحواذ لسيتي اللي سابهوله خالص. يورجن كلوب بذكاء شديد جدا. الكره اللي بعدها هنا بقى، الكره جايه
الثلاثه بتوع خط الظهر بيحاولوا يرجعوا يغطوا، مين اللي كان مغطي لانه مش من اطول اللعيبه لانهم في هجمه؟ كانسيلو. ده واحد من احسن الباكات واحرف واذكى الباكات في العالم. لا هو احسن باك في العالم يعني، معلش انا بحب دايما ادي الحته اللي حقها. طيب. يعني ما بحبش اقول من لما يبقى هو احسن باك في العالم. احسن باك في العالم، احسن باك في العالم عشان مش هتلاقي حد احسن منه يعني. حظه الوحش بقى ان الكوره انه في ظهر محمد صلاح. صح. محمد صلاح حط جسمه بشكل احترافي كبير جدا بذكاء شديد جدا، قدر ياخد الادفانتج، عدى عمل الفنت في عمل الفنت بجسمه في كانسيلو، وشه للجون. كل اللقطه اللي بعدها يعني، بس انا بس عايز اقول حاجه يعني، اخر ماتش بين السنه فاتت اللي كان بين السيتي والهدف العظيم اللي خد احسن جون في بريمير ليج، صلاح كان عامل الكلام ده على لعيب. عايزين نشوف بس مين اللي بيقع خلال اللي صلاح بيعمله في كان برناردو سيلفا. النهارده كان انت بتقول احسن مدافع في العالم، وانا مش يعني مش هختلف معاك. النهارده كانسيلو صلاح بيعمل ايه؟ بص الضحايا بيبقوا مين، الاسامي اللي بتحصل. طبعا وشه للجون، حط كل الناس في ظهره وسجل الهدف. كربونا، احنا بنتكلم على تريد مارك ليفربول، ما عندهمش اهم لعيب اسيست في العالم، عندهم بيعانوا جدا في وسط ملعبهم، لكن النهارده يورجن كلوب بيثبت انه قادر. ما يعني مفيش افضل من ان انت تكون عامل بدايه متعثره وترجع من خلال ماتش زي ده. النهارده ليفربول ويورجن كلوب بياكد انه في الطريق. صح. في المواجهات المباشره، مش هنتكلم على القاب لان السيتي عنده افضليه الالقاب. صح. انه يبقى عقده لجوارديولا. النهارده ما ببدا السيزون نفكر الناس يا كريم 30/7 واخد منك الكوميونتي شيلد واكسب بثلاثيه. النهارده تاني مواجهه بينا في الموسم وانت متصدر ومتصدر مجموعتك في دوري الابطال. بكسب النهارده عكس سير او عكس توقع الجميع تماماً. وبعمل خدمه في ارسنال بيبعد بالصداره 4 نقاط عن سيتي، بعمل له مشكله كمان. احنا كنا متوقع النهارده ان السيتي يعمل سكور على ليفربول بالمقارنه بمستوى ليفربول مع مستوى السيتي، فقلنا السيتي النهارده هيخش يعمل سكور على ليفربول. ليفربول النهارده ضيع فرص كتير، لما اتفرجش على المباراه ضيع فرص كتير، ونونيز لما نزل كمان يعني لا ده هو ينام عمل، بس بصراحه عمل مشكله. انا كابتنت صلاح في الفانتسي وكنت عارف ليفربول هيكسب بجد والله العظيم. دايما كده بص، احسن مدربين يلعبوا جوارديولا مدربين الالمان. ولو ترجع هتلاقي ان توخيل وهتلاقي ان يورجن كلوب هم اكتر اتنين عملوا عقده لجوارديولا الفتره اللي فاتت دي كلها. صح. يعني سوريا بدون قطع كلام، خالص محمود ارقام يعني. فعلا ارقام، ارقام يورجن كلوب معاه في امام جوارديولا 11 ارقام، ارقام مهمه جدا. بس 11 فوز عليه الشاهد. احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت كان فاروق معايا وكمان كان عايز كلوب يمشي. النهارده قلت لك، هو قال كمان في المؤتمر الصحفي بعد ما مشي توخيل من 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 تشيلسي، انه قال لا المجموعه اللي بتملك واداره ليفربول مختلفه عن تفكير تشيلسي. صح. احنا هنا مش انا مدرب المشروع. في الحقيقه احنا لازم ندي كريدت ورصيد لهذا المدرب اللي عنده، وقلنا ان هو اقوى واحد في المنظومه زي ما قال القائد ليفربول السابق جيمي كارجر. النهارده مجموعه فانوي الامريكان اللي بيملكوا النادي لازم يدعموا الراجل ده. هايل. كل البطولات يا كريم من ساعه ما جه ليفربول هو حصل عليها. صح. باستثناء اليوروبا ليج امام اشبيليه 2016، مفيش بطوله دخلها ما خدهاش. صح. فالنهارده لازم الدعم بالاداء ده يورجن كلوب. يورجن كلوب طبعا. طيب.